اهلا وسهلا فيكم جميعا، رجعنا معكم بالحلقه رقم 12 من الوك ثرو لسكيرو. معكم جيمي، يلا نبدا الحلقه. في عنا بوس فايت اللي هو فولدينج سكرين مونكيز. هلا بعد ما الحلقه الماضيه حكينا مع كورو وحكينا مع ايما، صرنا بدنا ندور على مورتال بليد نروح نقتل هذا البوس. فمن هون بنروح على سيمبو تمبل، بنروح على مين هول. البوس فايت هذا مو صعب كتير، هو فن فايت نقدر نسميه. بس تيجي على سيمبو تمبل راح تكتشف انه الام بي سي اللي كان موجود هون بطل موجود، فبتمشي لعنده وفي عنده انسنس او عنده جرس، سوري، تستخدم الجرس. بسيبكم مع كاتسين. راح يعمل لك تليبورت على الانر سانكتم، وراح يكون في عندك فولدينج سكرين مونكيز. اذا شايفين في الاربع سكرينز هدول في عليهم اربع قرود، هذا اول سينج مونكي، هذا توك نو ايفل مونكي، هير نو ايفل مونكي، واخر واحد نو اول ايفل مونكي. اخر واحد هو فعليا شفاف. هلا بحكي لكم كيف تخلص الفايت هذا. اول اشي بيعطيك إلوسيف هول بيل، هذا عبارة عن جرس بتعمل له اكويب، لما تستخدمه راح يعمل ريست للفايت ويرجع كل قرد على المكان الاصلي تاعه، وانت بترجع هون على بداية الارينا. و اذا حسيتهم ضاعوا كل واحد راح على جهة، بتستخدمه بتقدر تستخدمه قد ما بدك، بتعمله كويب. هلا هناك في عنا NPC، NPC هذا راح يشرح لك عن الاربع جرود اللي موجودين هون. فبتيجي بتحكي معه، بتصير تسأل عن الجرود. اول واحد البيربل مونكي، هذا اول سينج مونكي، اوكي. الثاني الاورنج مونكي، اللي هو الهيرينج مونكي، واخر واحد الجرين مونكي. سوري، الجرين مونكي هو الهيرينج، الاورنج مونكي هو اللي هو بدنا نسميه توكينج، اللي بيحكي، اللي بصرخ، اللي بجرس عليك. هلا الفكره في هنا غرف، كل غرفه بتمنع الحاسة القوية عند القرد، تمام؟ فهلا هناك بالك في الجرين والأورنج، بس تروح هناك راح يبلشوا يهربوا، تمام؟ فالفكرة بدك تقتلهم. بتطلع على هاي الشجرة هون، في عندك جرس. هلا هذا الجرس الفكرة منه لو تطلع فوق دق الجرس، شايفين القرد الأخضر هناك؟ هذا الأول هيرينج مونكي، فأنت دقيت الجرس فعليا طرشته، فبتيجي بتقتله. كيف؟ هلا الاربع قرود بيشير الاتش بي بار تاعهم. هلا في كمان غرف، غرفه عتمه وغرفه بتعمل غبره، كل وحده بتختفي الحاسه تبعت القرد اللي هناك بتختفي. لو تيجي هون في عندك اللي لونه نهدي، هذا حيطلع فوق. كم ما كان لازم انا اطلع هون فوق. هلا هون تحت راح يكون في باب، كم افتح الباب هاد، راح يدخل زي غبرة او تلج على الغرفة، فالأول سينج مونكي لما يجي هون راح يبطل شايفك، فبإمكانك تقتله. وزي ما قلت لكم هم ثلاث غرف او اربع غرف، في كل واحد فيه نوت عن ايش هو. هلا في بيطلعوا جوست مونكيز زي هدول، كل ما تقتل واحد هدول بزيدوا، بضلهم يطلعوا بخلصوش، وكل ما يضربوك زي ما شايفين بعبي لك التيرور. هلا بدنا نروح على الغرفة اللي بعدها، غرفة العتمة. طبعا المونكي المش مبين الشفاف، خلنا نحكي
دائما ماشي وراك هو، انت بس بتشوفه اثار يجري. هاي الغرفة العتمة برضو بامكانك تجيب الاول سينج مانكي عليها هون، اللي هو اللي لونه نهدي. اوكي، استخدم الالوسيف هولبل عشان تعمل ريست. احنا سو فار قتلنا واحد واللي مات بموت فور جود. هلا هيك رجعوا رستوا الشفاف زي ما حكيت، هو المفروض يكون وراك، فانت بتشوف اثار اقدامه وراك وبامكانك تقتله. الريد مونكي هو اللي بصرخ، هو بيحكي للكل وينهم، وهو زي ما انت شايفين بترك وراه فاير، هذا هو الطريق اللي مشي، فانت بدك تدور عليه تقتله. على اغلب هيو هون تقتله. انت بدك تمشيهم على روت معين، انت بتلحقهم عشان يفوتوا على الغرفة اللي انت بدك اياها. تمام، هلا هيك ضايلين اثنين، البيربل اول سينج والشفاف. منروح على الغرفة اللي فتحنا الباب تاعها، اعتقد انه اللي لونه نهدي راح يكون هناك. اعتقد انا هيك اكلت دمج، دمج هذا من المنكي الشفاف هو وراي. هلا زي ما شايفين الغرفة زي اللي فيها غبرة، فالاول سينج مانكي هو مش شايف، فبامكانك تقتله. وهون برضو شايفين في وراي اثار اقدام لونها اصفر، فهذا الشفاف. اوكي، بس بتضرب حواليك وهيك بنكون قتلناه وخلصنا الفايت. هدول الجوست زي ما حكيت لكم انتبهوا منهم عشان ما يعملوا لكم تريفاي. دائما شايفين كل واحد بنقتله بلف وجهه عن السكرين هاي، والمنكي مش مبين برضو ببين. اوكي، بعد ما تقتل البوس راح ناخد الميموري تاعته وحيعمل لك تليبورت على الانر سانكتوم. هذا هو المكان اللي بيعملوا فيه التشيلدرن اوف ريجوفينيتنج ووتر، اللي هم تعاون جماعه سيمبو تمبل. فعليا هم قاعدين بيعملوا ارتفيشال، هم قاعدين بصنعوا، زي خلينا نحكي بصنعوا مش بصنعوا. زي ما شايفين تاخذ ميموري، تاخذ بابيتير نينجيتسو. البابيتير نينجيتسو هذول في منهم ثلاثه، اول واحده البلاد سموك، انا برايي احسن واحده هي البابيتير نينجيتسو. البلاد سموك تضرب واحد دث بلو، بعدين بتطلع حواليك زي ضباب من الدم، فالناس اللي حواليك بطلوا شايفينك، فبامكانك تاخذ عليهم دث بلو. البابيتير نينجيتسو انت بتعمله بابيت، فدث بلو بتكبسها كمان مره بصير يقاتل معاك لفتره معينه وبعدين بموت. هاي الفكره العامه. في كمان واحده ثالثه راح ناخذها بعدين، بس انا برايي الشخصي احسن واحده البابيتير. بالنسبة للسكيلز لساتنا احنا مع التشومونجي، هي احسن اشي. تعال هون على الايدل، هلا بشرح لكم قصة المكان. اعمل ريست اذا بدك، وافضل تعمل ريست. استخدم الميموري اللي اخذناها عشان اتاك باور، ومنفوت منحكي مع هاي البنت. هلا هاي البنت تيجي بتحكي لك انت ليه جاي هون، فهو بصير يقولها انه انا بدي المورتل بليد، فهي بتقول له انت عارف انه المورتل بليد ما حدا بيقدر يشيلها، فانت بتقولها اوكي ليش ما حد بيقدر يشيلها، لانه بمجرد ما حدا يمسكها بموت. هلا كونه احنا معانا امورتاليتي وبنقدر نعمل ريزركت، فمش فارق معانا الموضوع كتير. Are they not loath to die? Are they not?
مش سكيرو اللي بموت يا صبية. في العادة المورتلز أو البني أدمين العاديين أول ما يتفرجوا عليها بموتوا، بس كونه أنا إمورتل وفي عندي الدراغون هيرتج بلد ما أخده من كورو فأنا ما بموت. ناخذ المورتال بليد. هلا اي حدا ما كان بيقدر يموت بامكانه نقتله. هلا هون بصير نحكي ليش بدنا اياها، فبصير يقولها بدي اجيب التيرز اوف ديفاين دراجون عشان تو سيفر امورتاليتي، اللي هي نتخلص من موضوع الامورتاليتي. فهي بتصير تحكي انه انا قريت على اكثر من طريقه عشان نقدر نعمل هذا الحكي. ف بتصير تقول انه هي واحدة من children of rejuvenating waters. المونكس تبعون سيمبو تيمبل عملوا عليهم تجارب، كانوا اكتر من طفل، هم عملوا عليهم تجارب وعطوهم بوشنز، وبالاخير هي هاي الوحيدة اللي ظلت عايشة. هاي artificial او مصطنعة، divine air مصطنعة، هاي ما بتموت وعندها immortality as well. فمن كل التجارب اللي عملوها بس واحدة اللي نجحت، وهي برضو بدها تعمل سيفر للإمورتاليتي، بدها تخلص موضوع الإمورتاليتي. بس تخلص الكلام معها بتعطيك رايس. الرايس نفس مبدأ البليت ولكنه أحسن بكتير. أنت بتستخدمه مرة وبهيلك أعتقد 40 ثانية بضلوا يهيل بكمية كتير كبيرة. بالنسبة ل إحنا زي متذكرين أخذنا هولي تشابتر انفستد، هذا كوست آيتم نعطيها إياها. بالنسبة للرايس انت راح تضلك تطلب منها رايس وتضلها تعطيك قد ما بدك، بس الفكرة انت لما تطلب منها 3 مرات راح تعطيك كويست ايتم اللي هي رايس فور كورو. اعطيها التكست، هذا اخذناه من الام بي سي اللي كان موجود في المين هول. وزي ما حكيت الرايس ما بتقدر تطلب، ما بتقدر تحمل الا واحد، تمام؟ فانت بامكانك تستخدمه بتستخدمه وبترمي. بالنسبة للمورتال بليد زي ما شايفين بتفتح لنا زي سكيل بإمكانك تركبها عادي. موضوع الرايس زي ما حكيت تاخد منها 3، تاخد منها قد ما بدك فعليا، بس لما تروح تاخد الثالثة راح تصير هي تسألك عن كورو فتعطيك رز لكورو، هذيك كويست آيتم ولازم نوصل لهناك. anyway بنكمل طريقنا هون، نفتح الباب، هاي شورت كات بترجعنا على المين هول. هلا هون متذكرين كان في هدول الانداينج، هدول ما بموتوا اللي فيهم دودة. فهلا كانوا معانا مورتل بليد دث بلو الاولى، بعدين راح يطلع لك كمان واحدة تقتلها في المورتل بليد وبموت. فهلا اذا بدك اي واحد كان انديد كانك تقتله. هدول مش مستاهلين كتير تفرمهم، زي ما شايفين بيعطيك الواحد فيهم 165، مش هالرقم او مش هالرقم الاكس بي العظيم. تمام، نحكي شوي عن السكيلز. هاي احنا اخذناها في الحلقة الماضية تبعت المونكس، وانا شخصيا يعني مش كتير انا من معجبينها. انا مع انه نجيب الاشينا كروس، فمناخد اتش مونجي دبل لانه اتش مونجي فعليا كتير قوية. at some point انت لازم تاخد ماستر سكيل اللي هي اخر واحدة موجودة هون. الاشينا الشادو رش برضو نوت باد. اهم اشي ناخد الباسيبز اللي احنا اوريدي اخدناهم، بعدين يعني منهم تقريبا انت روح اللي بدك اياها ما راح تفرق. بس بحكي لك الاشينا كروس انت راح تحتاجها عشان يفتح لك، مش الاشينا كروس سوري، اي ماستر سكيل انت راح تحتاجها عشان في ام بي سي الكوست لاين تاعه انك تاخد ماستر سكيل علشان يفتح لك تري جديدة. اوكي من هون برضو ممكن نعمل كمان فارم عشان نجيب 5 سكيلز. يعني انا استخدمت 2، هلا بدنا 3. فبدي اورجيكم الفارم روت، انا اوريدي حكيت عنه في الحلقة الماضية، بس راح اعمله مرة تانية وراح اعمله مرة واحدة عشان بس اقدر اجيب الخمس سكيلز. يعني اكيد ما راح اضيع وقت الحلقة اللي ضايل وباني عم بعمل فارم، فبس راح امشي فيه مرة واحدة وبعدين انا بفرم وبرجع لما يكون معي 5. اوكي
طبعا كالعادة كونه هذا الروت انت موست اوف ذا تايم عم تقتله من ورا مجرد تستخدم الميمبو بالونز عشان تاخذ مور ايتمز تاخذ مور جولد. اقتل البيج بوي والهات وهات والبيج بوي اللي تحت هلا هون متذكرين في وولفز فممكن اورجيكم المورتل بليد عليها هات كونه صارت معانا بس هاي للمعلومات يعني هذا اشي ما بأثرش باشياء كتيرة. الولف طلعوا هل حتظبط المورتال بليد اذا التم اذا كل واحد لحاله لا بدي اياهم كلهم جنب بعض يكونوا. طب نعمل عليهم دروب من هون لا كل واحد راح لحاله اوكي اكلت بويزن من السحلية اللذيذة هاي تاخد انتي دوب يعني كل هذا بس عشان بدي اورجيكم المورتل بليد ولا واحد منهم تجمع ما تجمعوش يعني لو كانوا كلهم جنب بعض راح يموتوا كلهم وان شوت بس ما تجمعوش بس هايها مبدأ المورتل بليد فيها طبعا فولو اب اتاك مش معقول الولفز بهدلوني مش معقول anyway بنكمل الطريق تاعنا هون يعني شايفين انا almost بس بهاي الرن الوحدة انا almost طلعت ليفل فلفها هاي كمان مرتين ثلاثة بتجيب الخمسة بوينتس لو كان معاك تنتين زيي وهدول الناس جاي دايما نط ديث بلو اقتلهم انا قبل ما نوصل لموضوع الولفز انا كنت احكي في موضوع اللي هو متذكرين التريننج برو هلا احنا راح نروح نحكي هناك انت هلا هو بموتش اوكي فكونه معك مورتال بليد انت بامكانك تقتله بس الفكره لو قتلته ما راح يعني ما راح تستفيد شيء ما راح تاخذ لوت ما راح تاخذ اي شيء عظيم بس هاي للمعلومات العامه بس تحكي معه راح يفتح لك ديالوج جديد راح يحكي لك اقتلني ف اتس اب تو يو انا بقول خليه عايش عشان تتدرب اوكي زي ما شفتوا صار معانا ثلاث سكيلز من هون بنرجع على التمبل عشان خلينا نحكي مع الزلمه اللي كان يعمل لنا تريننج لا انا ليش اجيت هون ما حكيت بدي احكي مع الزلمه اللي بيعمل التريننج اوكي ما في مشكله خلاص نعملها ليتر تعال هون محل ما انا رحت على الجريت سيربنت رح تلاقي عندك الام بي سي هذا بس تحكي معه رح يحكي لك انه هو عنده المينستري ارتس ورح يسالك هل انت جبت ماستر سكيل فحاليا كوني انا ما جبت ماستر سكيل فما فيش اي شيء تاني في الديالوج فجيب الماستر سكيل جيب 5 بوينتس وارجع احكي معه رح يفتح لك تري جديده من عنده ارجع نط بدنا نروح على الجهه الثانيه تاخذ اي ليفر الاي ليفر ايتم وظيفتها بتقلل اللايتنينج لما تاكل لايتنينج يعمل بيلد اب عشان ما ينعمل لك شوك تستخدم اي ليفر اوكي من هون بدنا نروح طبعا على سانكن فالي هاي المنطقه الجديده واحنا ما كنا بنقدر هون نيجي هون لانه في باب مسكر ولازم نحكي مع كورو عشان يعطينا اياه ناخذ الايدل هون شو اسمه الانيمز اللي هون السبي مارو كتير بضايقهم فخلينا نركب سبي مارو الفكرة انه هم ما بصير لهم بويزن ما بتسموه هم بس السبي مارو كتير بينزل كتير بيعبي البوستشر دمج تاعهم طبعا هدول اغلبهم حاملين شوت جانز اخ بس شايفين سبي مارو شو بيعمل فيهم
لا مش معقول بدكم تقتلون، اتفقناش هيك. والله شكله حيقتل. بس يا زلمة بس بالضبط اقتل. اوكي من هون دبل جمب على الحيط، اطلع فوق كمان دبل جمب، بعدين بدك تعمل هاج وول. هون راح يكون في كمان تو انيميز اعتقد، في كمان حبه لوت. اشين اوت سكيرتس، اول واحد راح يكون هون على اليمين. ايوه الثاني في كمان واحد، يبدو ما في كمان واحد، ما في كمان واحد. انيمي بتاخذ البراير بيد، بعدين تيجي هون بتاخذ باسيفاينج ايجنت، هاي عشان التيرور. هلا هاي البركه لما تنزل فيها على الجهه الثانيه راح يكون فيها هيدلس، بس حاليا ما بنقدر نغوص، فلما ناخذ هاي الابيليتي راح نرجع هون عشان نقتل الهيدلس. ما في كمان لوت هون اعتقد، فمن هون ارجع استخدم الايدل، ارجع على لاست كوميوند ايدل. نعم فعليا هاي بس طريق صغير عشان توديك على الهيدلس، بس احنا طريقنا بالعكس عكس ما يجينا. اوكي لو بدك تعمل ريست جو اهيد. هلا من هون دروب تحت، خد الفيست فول اوف اشز، في هناك واحد معه شوت جن، نط لعنده واقتله. اي اقتله. اوكي تكمل طريقك من هون. هلا احنا طريقنا دغري هناك، بس قبل ما تروح هناك اطلع فوق على الشمال الشجرة، ولهو من فوق بعدين اطلع من هون كمان ما في غيرها. اوكي احنا طريقنا من هون، بس قبل هيك بدنا نطلع فوق ونقتل هاد. اطلع فوق، طريقنا من هون. هون في في اعتقد هون في جورد سيد مخبية، اطلع من هون. في واحد فوق راح يكون، اقتل منه. واحد هون جنبك، اقتل هاد. جمب جلاد، مش فاهم كيف مش شايفني، بس اوكي دبل جمب. تعال هون وبنيجي بناخد يالو جام باودر وغورد سيد. اوكي هاي الغورد سيد انا شخصيا في اول مرة لعبت الجيم ما كنتش اعرف انها موجودة هون، فكنت عم بدور عليها. اوكي بنرجع طريقنا زي ما كنا، زي ما جينا فعليا. دروب هون تحت كمان مرة، بتاخد سيراميك شارت، جمب اكروس، روح هناك. في هنا سحلية. اوكي ناخد انتيدوت، بعدين هاجول. اوكي هلا هذا المكان فيه ثلاثة او اربعة انيميز، اثنين منهم حاملين شوت جنز، فمش غلط نستخدم البابيتير اللي اخذناهم. ففي هذا اللي بيمشي، في واحد جنبه نايم وفي واحد قبالهم. كراوتش روح ورا هاد، تعطيه ديث بلو. لا شافني ما زبطت، لا لا مش موافق مش موافق. ارجع من ريسيت. واحسن شيء انك ترجع تعمل ريسيت لانه ما دول مؤذيين صراحة. روح تخبى، اطلع من الكومبات. يلا لو سمحتوا. اوكي بطل شايفيننا. هلا بنرجع المفروض ناخذ ديث بلو، يعني هذيك اول وحده شافني. مش موجودين هون. اوكي كراوتش تبلو، بس مره ثانيه تعملوا بابيتير. هلا بدوك فيهم. الفكره انه راح يصير يطخ على الاعداء، هو راح يصير يقاتل معك، بس الفكره الفريندلي فاير موجوده، فلو طخ
لو طخ على واحد ويجت فيك طلقة انت رح تاكل دمج. كيف انتبهوا من هذا الموضوع؟ ايوه هو هيك قتل لنا واحد، والفكرة انه بس تعمل بوبتير لحدا رح يموت بعد فترة. تاخد من هون السكراب، هاي زي ما شايفين لسات موجود، بامكانك تقتله تعطيه ديثبلو. ثانكيو غلبناك غلبناك يا باشا. اوكي تيجي هون على الايدل، في عندك ام بي سي احكي معه. هلا هون يعني على الاغلب رح نوقف هون، في وصلنا على الفورت جن فورت، هذا المكان صعب زنخ شوي. شايفين فوق راس الكاركتر بالضبط تحت التمثال في ام بي سي هناك، في سوري في ميني بوس. خد الايدل اعمل ريست في الحلقه اللي جايه، راح انا شخصيا راح اروح اعمل فارم اجيب التو سكيل بوينتس هذول اللي ضايلين لي علشان اجيب الماستر سكيل، فراح افرم واجيكم في الحلقه الجاي يكون معي 5 بوينتس نروح نشتري فيها السكيل. روح عندي اما اعطيها الجورد سيد عشان ما تنسى. و اذا شايف حالك عندك وقت وحاب تعمل فارم وتلفل حالك بالسكيلز جو اهيد، يعني الفارمينج ممل انا بالنسبه لي، بس في هاي الجيم انت مضطر تعمله اذا عشان مش عشان تمكس الاشي اتليست علشان السكيلز. دائما زي ما قلت لك دائما احكي معها تعمل ريست. وهيك بدنا نعمل راب للحلقه هاي. ما اعتقد في اشي تاني ممكن نعمله، بس عم بشيك على النوتس. فلحد هون كان معكم جيمي، لو عجبتكم الحلقة لايك وسبسكرايب، لو عندكم اي جيم حابين نعمل عليه ووك ثرو اكتبولي في الكومنتس، ومنشوفكم في الحلقة اللي جاي. سلام.